السلام عليكم ورحمة الله إخوة الكرام، نتمنى تكونوا بخير ولاباس وتكونوا استفدتم من الدروس السابقة اللي سبق ونشرتها لكم على قناة تاعي اللي هي بي جود اي فيتر. اليوم جب حبيت ندير نبسط برك أمر، وهو يعني ردا على طلب أحد المتتبعين، وهو جديد في المجال ده. راح نفهمه والله نفهمكم يعني ونفهمو كما بعضنا كيفاش نديرو التأشيرات وكيفاش راح تكون. جبت لكم المثال هذا اللي هو مثال بسيط جدا وما فيه حتى يعني تأشيرات ولا، باش نقدرو نحكيو ونفهمو على بعضنا. هذا هنايا اول حاجة قلت لكم الاتجاهات راح تكون ممثلة بهذا الشكل، يعني مستحيل راح تلقاها خاطي هذا الشيء. هذا الشكل، تبع معي الفكرة الأولى، مستحيل تلقى هنايا الاتجاه تاع الأنابيب ولا المواسير خاطي هادو الاتجاهات. كيعود خاطي تبعو دوك الاستثناء، كي تلقاها غير موازي أو غير منطبق على أي اتجاه من الاتجاهات، هنا معناتها يوضحوها بتهشيرات. مش راح نحكيو على التهشيرات اليوم، راح نحكيو على رولينج بسيط جدا باش نبدأ مع بعضنا. اولا خي سبق وقلنا لازم تكون عندنا نقطه بدايه وناخذوها بعين الاعتبار ونمشيو. في المثال هذا راح نبدا لكم من النقطه هذه. النقطه هذه باعتبارها هي النقطه الاولى، والاتجاه اللي راح نمشي يعني راح نمشي هكذا. فرضا عندي هنايا السلك، جبت لكم السلك هنايا باش نفهموا على بعضنا مليح. هاهو والاتجاه تاعنا، هاهم مثل ما راهي موضحه هنايا، هاي من الفوق بعد نفس الشيء، بعد هاي هنا موضحه، فهمتوا؟ هو يعني هذا كل اتجاه اللي تاخذه بعين الاعتبار. ودائما وجرت العاده نقول لكم حتى 99% اللي هذاك هو النورث، الشمال تاعنا اللي راح نديروه اللي هو هذا. دركا نبداو وانت حلل مع نفسك بعد. النقطة الأولى هاهي رايح نمشي هنايا، تسأل مع نفسك على أي محور، ينطبق ويوازي هنا في هذا الوهم. تبع معي، قلنا يبدأ هكذا ويروح، هاكي راك تشوف فيه، هاو يبدأ منا ويروح. بمعنى كي تجي تشوف لهنايا راهو من الايست، راح للوست، بمعنى راح ناخذوها ونقولوا حنايا هكذا. سجلت انت باش تعرف المبدا حاليا، هاهو هاهو هكذا. ومن بعد من النقطه الثانيه اللي هي هذه، رحنا انتقلنا للنقطه هذه، تبعت معي النقطه هذه للنقطه هذه، هنايا على اي محور راح نتحرك، يعني باينه باللي كنت لفوق وهبط، معناتها راني راح نتحرك على الاليفيشن، كنت في الاليفيشن فوق هبط لتحت، راح يولي لي الشكل هكذا ويهبط هكذا. انت كي تشوف تشوفو هكذا الحقيقه، حتى النقطه قلنا هذه. ومن بعد واش كاين النقطه، تبع دائما راح نبداو من النقطه هذه ونروحو للنقطه هذه، يعني على اي محور مشينا هنايا باينه راني مشينا من النقطه هذه رحنا للنقطة هذه. لازم إلي قلكم ديما تطبقوها جماعة باش ما تخلط لكمش الأمور. هاي داك مام احنا كي نحب نشوف هك، شوفوا كيفاه هاو داك ويشبه له صح. دوكا وصلنا للنقطة هذه، من هنا نروحو للنقطة هذه الموالية، راك تشوفوا وين رايح الاتجاه. انا نهضر ويا اخي انت تاني سقسي روحك، يعني مش ما تبقاش شغل تبع فيا برك، حاول انك تجتهد شويه. شوفوا قلنا من النقطه هذه للنقطه هذه رايح النورث، اللي هو النور، يعني كي تجي شوف تلقاه داير هيك، شوفوا ها هو كيفاش نور هكا خوتي نور. نتمنى تكون الامور واضحه. ومن بعد من هنا لهنا واش هي على اي محور، نفس الشيء بعد
على الاليفيشن، هذه باش نكونوا مع بعضنا، اللي هي نلقاو هكذا راح تكون هكذا هكذا ونزيد راح نمو، راكم تبعوا معي راح هكا ايست ايست الامام، ومن بعد اهبط اهبط هكذا وعاود رجع هكذا، ما كفانيش السلك باش نكمله لكم. هو بالعموم كي تشوفوه هكذا هاو كيفاه بالتقريب بالتقريب يبان لكم هكذا، لانك راح تشوف من الفوق. هاهو هذا هو المثال، يعني بكل بساطه ما في حتى حاجه صعيبه. ماشي مشكل، دوك نحط لكم هذا الايزو نحطه لكم على حسابي في الفيسبوك، تقدروا تهزوه دركا. وعندي امثله اخرى نحبوا نحلوهم مع بعضنا، ما كان حتى مشكل، ولكن بديت لكم بالمثال هذا بسيط، ونروحوا بعد الامثله واحده اخرى كما مثال هذا. هذا شويه 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 كومبليكي هذا المثال، على بالي مش راح تقدروا له. شوفوا كيفاش هذا لازم له تركيز. على العموم راح نحطه معنا عندي في الحساب تاعي في الفيسبوك، كما قلت لكم جماعه ما تنساوش الاشتراك هنا في حسابي في الفيسبوك اللي هنايا، هذه هي، ما تنساوش الاشتراك والضغط على زر التفعيل باش يوصلكم جديد ان شاء الله. والسلام عليكم في فيديو اخر.